هاي بنات، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بألف خير. فيديو النهارده هنجيب فيه العيد. والله هنجيب فيه العيد بجد. النهارده انا عايزه اعمل فول ميك اب سموكي. وعموما السموكي متقسم انواع، يعني في سموكي البارد اللي هو بدرجات الاسود والرمادي، وفي السموكي اللي هو بدرجات الاسود مع البنيات او الاورنج، وفي السموكي اللي شويه واخد على الكشمير. النهارده احنا هنعمل سموكي اللي هو على كشمير. لو انتوا حابين اعمل لكم الانواع التانية من السموكي بليز اكتبوا لي تحت في الكومنتس. فبس كده، ده الفيديو بتاع النهارده. فول ميك اب، فول جلام، رموش، فاونديشن، كونتور، كل حاجه. فالفيديو ده للناس اللي بتتمزج بالميك اب لوكس. لو انت بقى ما عندكيش طولة بال ميك اب لوك، ان انت كده تقعدي كده تتفرجي على حد من زيرو لغايه الماكسيمم، فالفيديو ده مش بتاعك. الفيديو ده بتاع الناس اللي بتحب تستمتع بالاكستريملي ديفرنت اللي بيحصل. تمام؟ فبس كده يا حلوين، ما تنسوش قبل ما نبتدي الفيديو ان انتوا تعملوا لايك للفيديو، تشتركوا في القناه والقناه الثانيه بتاعت الفلوجز، واكسكيو صوت فهد عشان بره يعني مبهدل ماما، مش قادره اقول لكم بيعمل فيها ايه. المهم ما تنسوش كمان تعملوا لي فولو على انستجرام. قلتها ولا ما قلتهاش؟ مش عارفه. المهم اعتبروني ما قلتهاش وقلتها تاني. ما تنسوش تعملوا لي فولو على انستغرام، ويلا بينا على طول نبتدي. تحسوا في الخلفيه اللي ورايا دي ان انا قاعده في جنجل. والله العظيم انا من كتر ما بقيت احب قوي شكل الزرع في التصوير، انا هامله فعليا الاستوديو زرع، هاملاه زرع عشان ابقى قاعده لكم كده كاني قاعده في جنينه. انا لاحظت ان الزرع بيهدي العين، يعني بيخليكي تشوفي الحاجه ناعمه. اكتبوا لي رايكم، انا بحاول طول الوقت اغير لكم خلفيات في الاستوديو عشان ما تحسوش بملل، فانا حابه الخلفيه دي قوي اليومين دول. anyway هستخدم اول حاجه السبراي ده، كنت جايباه من عند شي ان، ده مكتوب عليه ميك اب سبراي هايدريت سكن. قلت لكم قبل كده انك استخدميه قبل الميك اب عشان يدي بشرتك جلو، بعد الميك اب هيديها جليتر كتير قوي. فهد 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 ارجوك. بعد كده هستخدم البرايمر ده من عند بيكسي اللي هو بفيتامين سي عشان ما يخليش الفاونديشن يأكسد. بعد كده هستخدم العدسه دي من عند مارفل لينز اسمها اميزنج هازل. بعد كده هستخدم الفاونديشن ده من عند كيكو، ده درجته ان 40. وبعد كده هوزعه بفرشه الفاونديشن بتاعت عهود، وهحاول اضغط كده عليه في بشرتي بحيث ان هو يديني تغطيته كامله. هو تغطيته متوسطه، ممكن تبني وتبقى عاليه اللون او الدرجه دي على اصفر زي ما انتم شايفين. فعليا حلوه جدا الفاونديشن ده، ثباته حلو، شكله حتى على البشره تحفه. وبعد كده هستخدم البيوتي بلندر بتاعت عهود، اصلا هي حجمها قد كده بس بصوا في الاخر بتنفش وطريه جدا، والبوز بتاعها كده حلو عشان يخش في الاماكن الضيقه. السبونج دي انا بحبها جدا. بعد كده هبدا اتاب على الفاونديشن عشان لو الفرشه سايبه اي خطوط، وهي فعليا فرشه عهود دي مش بتسيب اي خطوط خالص. بعد كده هستخدم الكنسيلر ده بتاع كاتريس اسمه ليكويد كاموفلاج هاي كفرج كنسيلر، الدرجه بتاعته 048 اسمها ديزرت بيج، والدرجه دي غامقه شويه، وانا الدرجات الغامقه الفتره دي بكنسل بيها الهالات عشان عندي شويه غمقان صغيرين هنا، صغيرين قوي يعني، يا رب ما يفرشوش. وبعد كده اوزعهم بصباعي كده عشان الاسبونج ما تاخدش الكفرج بتاعه. الفاونديشن النهارده ولا غلطه، بصوا ولا غلطه. الفاونديشن بتاع كيكو ده والله مش واخد حقه، والله مش واخد حقه هنا في مصر، لكن في الدول العربيه بيحبوه جدا 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 من كتر حلاوته، شكله على البشره فعليا محترم. بعد كده هستخدم الباليت دي بتاعت ريفوليوشن عشان اعمل كونتور كريمي. هاخد انهي درجه؟ مش عايزه الموضوع يكون اللي هو الكونتور باين قوي، فهاخد اللون ده شويه على اورنج هنا وهنا. وهغمق كمان الجزء اللي تحت ده عشان يبان الفك متحدد اكتر. هستخدم الكنسيلر ده من عند لوريال اللي اسمه انفاليبل مور ذان كنسيلر، درجته 326 فانيلا، درجتها فانيلا. طبعا الدرجه دي فاتحه، انا مش هاخد منه كتير، شايفين هحط بس كده وبرده كده، لان هو هيفرد معايا وهينور جامد، وعشان كمان اتفادى ان هو يكسر تحت عينيا. وبرده هحط بس نقطه هنا و هنا، ادمج الاول تحت واللي متبقي احطه فوق. شايفين كل ده انا شغاله في الحته دي.
من هو بينشف بسرعة، الحقوه كده شايفين، ما كسرش معايا واتفرد كويس، ومش حاسة ان انا حاطه كمية كبيرة تحت عينيا كده، تحت برضو الاول وبعد كده اطلعوا بالباقي على فوق. بعد كده هثبت كل وشي بالباودر دي بتاعت هدى بيوتي، دي درجتها بانانا بريد. شوية باودر كده نزلهم هنا، واتأكد ان كله مدموج، وهو ما شاء الله كله مدموج مش محتاج حاجة. وبعد كده ابدأ اثبت، اضغطوا كده وانتوا بتثبتوا عشان الباودر تخش في كل مكان، ما تبقوش سايبين حاجه وتكسر، فاهمين؟ طبعا بنات كتير قوي بتسالني فين مرايه ميار، فين مرايه ميار. يا جماعه على التسريحه ما بستخدمش غيرها لنفسي، بس للاسف اما بستخدم مرايه بيضة بتسحب الاضاءه وبتضلمني انا، فاهمين قصدي؟ فعشان كده بطلت استخدمها في الفيديوهات، لان هي فعليا بتسحب الاضاءه قوي، فبضطر اقطع حاجات كتير قوي من الفيديوهات بتاعتي. بس انا في يومي العادي ما بتفرقنيش، ما بستخدمش غيرها. الغامقه دي بس جبتها عشان التصوير مش اكتر. الكونتور الكريمي من الحاجات اللي دوسوا فيها قوي بقلب، ليه؟ لانه ينفع يتصلح، يعني ينفع تخفيه تدمجيه، لكن الباودر هو المشكله، النقطه فيه ملهاش حل. فخدوا راحتكم في الكريمي، تعلموا في الكريمي، لكن الباودر ما فيهوش تعليم. يا كده يا كده. انني امتلك الان وجها شاحبا على الاطلاق. يلا خلينا نعمل برونزنج لبشرتنا. هستخدم البرونزر ده بتاع فوزيشن فورمولا اسمه باتر برونز، ده درجته او اسمه دي برونزر. ده لونه كده من جوه، ريحته قمر قوي قوي وبزياده كمان. اوكي يلا هعمل زي تابين كده، شايفين لونه؟ واو. املي دايما كان يا بلدي اني ارجع لك يا بلدي، وافضل دايما جنبك على طول، وذكريات كل اللي فات فاكرة يا بلدي، قلبي مليان بحكايات فاكرة يا بلدي، اول حب كان في بلدي مش ممكن انسى يا بلدي، فين ايام زمان قبل الوداع. استخدم بعد كده جل الحواجب بتاع توب فيس، الدرجة دي اسمها كوفي. استخدم الفرشة دي اللي اسمها بيلي، دي من عند صفحة يلا شوبينج. كل تفاصيل الميك اب لوك دي او الحاجات اللي انا استخدمتها هتلاقوها محطوطة تحت في الديسكريبشن بوكس. بصوا بقى هرسم معاكم حاجب، والحاجب التاني هعمله اوف كاميرا عشان الفيديو ما يتوترش. خليني ابتدي بالحاجب البايظ اللي دايما مبوظ لي شكل حواجبي، فهبتدي بيه الاول والتاني اظبطه بناء عليه. هاخد حاجه خفيفه كده من الجل وابدا ارسم خط تحت، وطبعا ضروري تكوني مسرحه حواجبك على فوق. بعد كده هسحب الجل لفوق كده، طبعا حاولوا ما تكونوش واخدين كمية كبيرة عشان الموضوع ما يبص معاكم. بعد كده هاخد الفرشة وابدأ ارسم شعراي من قدام كده. بعد كده انزل شوية شعر من اللي فوق، ومن منابة الشعر اللي انا نزلتها، يعني الشعر مكان ما هو نازل مشي الخط عليه من فوق. اعتقد ان كده تمام. هرسم الحاجب التاني وارجع انضف معاكم الحواجب. بعد كده هاخد برضو الكنسيلر بتاع لوريال وهاخد منه شوية على ايدي عشان انضف تحت الحاجب. انا عندي اليومين دول الحاجب ده غضبان عليا جدا، متضايق قوي مني، مش فاهمة ماله، وانا سايباه ياخد راحته، احنا ما بنحبش نغصب حد على حاجة، فسايباه يزودها قوي معايا يعني. المهم خليني انضفه كده من تحت. برضه هاخد من نفس الكنسيلر واحطه فوق عينيا
عشان نبدأ الاي شادو. اوكي حبايبي دلوقتي هنبتدي بالاي شادو. اي بي سي سموكي، يعني لو انت هتعملي ميك اب سموكي ابدأي حددي انت عايزة انهي سموكي، السموكي اللي على اورنج ولا السموكي البارد ولا السموكي البينك اللي هو الكشمير. انا النهاردة عايزة اعمل سموكي الكشمير، فهستخدم البارد دي بتاعت انجلوت بداية اللي هي تعاون مع مي ابراهيم، وهاخد منها اللون الموف ده اوكي، واخلطه مع السنه صغننه من اللون البرجندي ده تمام. وبعد كده هاخد البيم براش، هنبتدي بالبيم براش، مش هبتدي المره دي باللون الانتقالي، هاخد بيم براش واتاكد ان كله فوق العين مدموج تمام ومفيش حاجه مكسره، واجي عند كسره العين واحط اللون اللي انا عايزه احطه كده زي ما هو، ولا دمج ولا بتنجان، كده زي ما هو ملطش بقى مبهدل ولا يهمنا، معلش احنا يعني ناس جامده. برجع اخد تاني واتاب، عايزه اللون قوي جدا عشان اللون ده اللي هنطلع منه اللون الانتقالي. ازاي يا دعاء معرفش. بعد كده هاخد بلندنج براش وابدا احطها عند طرف اللون بقى اللي انا حطيته ده، وحركات دائريه بقى، خدي راحتك خدي راحتك خالص، تستعجليش اطلق. اول ما هتبداي تعملي له دمج هيروح مطلع لك اللون الانتقالي، مفيش اسهل من كده. خطوه الدمج دي يا جماعه خطوه بتاخد وقت، احنا بنختصرها في الفيديوهات، فما تمليش، ادمجي ادمجي، خدي وقتك خالص. لقيتي اللون خف معاكي ارجعي حطي وادمجي، لان كل دي ستابس احنا ممكن نكون بنقصها في الفيديوهات عشان الفيديو ما يطولش عليكم. اوكي حبايبي تمت بحمد الله، تمت بحمد الله. بص اقول لكم على حاجه، لو انت حطيتي اللون اللي هو في كسره العين وقعدتي تدمجي تدمجي ومليتي واتخنقتي وزهقتي، لان الموضوع محتاج شويه صبر، وحاسه ان لا مش ده اللون اللي انا عايزاه او عايزه اللون الانتقالي يكون اقوى من كده، تمام زي الفل، دوري في البالت اللي انت هتستخدميها على نفس اللون، وليكن خدي اللون اللي هو الفوشيا ده وخدي منه نتفه بسيطه واستخدميه كلون انتقالي للون الموف الغامق اللي انت حطيتيه لو زهقتي يعني. بس انا عموما بحب ان انا اصبر على الدمج، لان ان بيبقى شكله ناعم يعني، فاهمين، هو طالع اصلا من اللون اللي انت حطيتيه فبيبقى شكله ناعم. نيجي بقى للقطه السموكي اللي بتطلع عينينا كلنا، ان احنا بنبقى عايزين فوق العين كده يبقى عارفين جامد كده. فهاخد من جل الحواجب اللي انا استخدمته اللي هو لونه كوفي من عند توب فيس نقطتين كده، الاسود بيبان سواده جامد قوي اما تحطي تحتيه بيس غامق او اسود بني الكلام ده كله. فهاخد كده اللون البني وابدا افرده على جفن العين. اتحركي في الخطوه دي بسرعه قوي عشان ما ينشفش وتلاقي الدنيا ايه باظت منك. شايفين انا بعمل ايه؟ انا بمسحه كده، عارفين المعلقه اما تطلعوها بجبنه كده وتمسحوها في الساندوتش، هي كده بالظبط. شايفين يا جماعه؟ تحسوه والله مش مستاهل انه يتحط عليه لون كمان، يعني هو كده حلو قوي. وحان الان موعد اللون الاسود، هنستخدمه من البالت بتاعت ساكترا زي ما انتم شايفين في لون اسود تحت، وربنا يستر. دايما اللون الاسود لون مرعب بالنسبه لنا، يعني في الميك اب رخم شويه لان هو عايز حد واخد باله قوي وهو بيستخدمه. ده اللون بتاع ساكترا، مش عارفه ممكن تكونوا شايفينه ولا لا. وهبدا اتاب على اللون اللي انا حطيته، ما تمسحوش عشان لو سحبته هيفول اوت، هيبدا يوقع وفي نفس الوقت مش هيديكي ايفكت الاسود اللي انت عايزاه. شايفين كده؟ هرجع تاني للباليت بتاعت فلاور ستوديو وهاخد فرشه بلاندنج صغيره قوي قوي، شايفين قد ايه، وهاخد من اللون الموف ده شويه برضو صغيرين، نفض الفرشه ونيجي في النص بين اللون الاسود واللون اللي طلع منه لون انتقالي ونمشي بس بالفرشه كده ليس الا. الحركه دي بقى بتعمل ايه؟ بتبهت طرف اللون الاسود فبتخليه كان في لون متدرج طالع من الاسود، وبتديني هنت فوشيا كده عشان كانه طالع منه اللون الانتقالي اللي احنا وزعناه. يا رب اكون عارفه اشرح لكم، مش عارفه انا عارفه ولا لا النهارده،
بس اكيد انتوا حاسين وفاهمين. طب ايه يا دعاء، مفيش اي لمعه كده تطري على قلبنا؟ انا اقدر اثر في الحته دي، هاخد السبراي ده لانه شويه بيلزق وهرش كده على الفورشن، وهاخد بقى القمر ده الجليتر الاسود من عند بيرل كوزماتكس. الجليتر ده اصلا بيحتاج جلو، بس السبراي ده شويه بيلزق فهيديني اللي انا عايزاه. لا ما توقعش على عيني، توقعش على عيني لو سمحت. كده قلتلكوا النهارده احنا هنجيب العيد، قلتلكوا هنجيب العيد، ما صدقتونيش. رقم الجليتر ده بلاك ماجيك ده اسمه، تمام. انا عندي اصلا كميه جليترات هجننكوا بيها الفتره الجايه، هجننكوا. نيجي بقى لتحت العين، هستخدم اللون الفوشيا ده واللون البرجندي ده بفرشه، شايفين قد ايه؟ اوكي، ننفضها ونبدا بقى ايه، ناخد من هنا كده شايفين من عند الاسود ونمشيها تحت العين. طبعا انتوا بقى اللي بتتحكموا، عايزينه تقيل عايزينه ناعم، بس احنا اتفقنا ان احنا النهارده هنعمل ايه، هنجيب العيد. هرجع اخد من نفس اللون الاسود بفرشه اصغر ومحدده اكتر. اوكي، ويلا عند خط الرمش بقى، شايفين خلت كأن الموف متدرج بس كده. يا جماعه انا قلبي ارتاح، انا اما عملت كل ده كده انا قلبي ارتاح. نيجي بعد كده القلم جوه العين، مش هحط اسود مع ان الاسود هيخلي الميك اب تحفه، بس انا هحط ابيض لان في غمقان كتير حوالين عينيا فمش عايزه تبان عينيا صغيره. نيجي بقى للنظافه، الخطوه اللي فعليا بتبين الميك اب شكله حلو قوي، هستخدم الباودر دي او الكومباكت باودر دي من عند كيكو، ده لونها درجتها اعتقد كانت برضو ان 40 او 40 حاجه كده، لان انا جايباها هي والفاونديشن نفس اللون. هاخد باودر كده سبونج مثلثه، معلش انا مش عارفه مالي، هاخد سبونج مثلثه وهنضف اخر الميك اب بالشكل ده كده، شايفين قطعته. وهاخد برضو من نفس الباودر وانضف كونتور الانف، وهاخد سبونج كده واخد منها شوية باودر وابدأ انضف تحت العين، بنديله رونق كده اللي هو بنفوق وشنا لانه مع الشغل تحسوه بهد كده. هستخدم بلاش من الباليت بتاعة ايرا كوزماتيكس، وهاخد لون بينكي، اوه بيجمنت قوي بيجمنت قوي، ومش هتكلم مش هتكلم، يعني شلت على ايديا وبرده بهدلتني. انا مش هستخدم ايلاينر، هكتفي بالكميه الفظيعه اللي فوق عينيا دي، فهروح اركب رموش وارجع لكم تاني. وده يا حلوين بعد ما ركبت الرموش، ركبت رموش قصيره من قدام وطويله من ورا عشان تسحب لي عينيا بما اني مش هعمل ايلاينر، وحطيت الرمش ده اسمه اردال، ده من صفحه يلا شوبنج، هحط لكم اللينك تحت في الديسكربشن بوكس. بما اني طبعا هحط ماسكارا دلوقتي في الرموش السفليه، فانا نسيت احط ماسكارا للحواجب، فهستخدم الماسكارا دي بتاعه بينيفيت عشان تسرح لنا كده حواجبنا وتخليهم لنا قمر، بما اني مش عارفه الفتره دي ماسكني الزهايمر، يعني فاهمين تحسوا كده في ستابس بنساها، بسقط حاجات، اقول حاجات وارجع اقولها تاني، يلتمس الاختك العذر، كسرت التلاتين والصحة في النازل. هستخدم الماسكارا دي اللي هي بتاعة ايسنس فوليوم ستايلست، وهحط بس في الرموش السفلية. نيجي لاكتر فقرة انا بموت فيها وهي الهايلايتر، هستخدم الهايلايتر ده بتاع افرا، درجته روديو درايف تقريبا، يعني ده لونه من جوه، خد شير، يلا بينا. محدش يقول لي كفايه، اوعوا اوعوا الاقي في التعليقات كفايه، محدش يقول لي كفايه. نقطه كده صغننه. واخيرا الليبستيك، هستخدم الليبستيك ده من عند عهود، ده درجته اسمها World. تقريبا دي استخدمناها برضو الفيديو اللي فات، مش فاكرة. واخر حاجة هحط السبراي ده بتاع محمود سعيد، ده بيثبت الميك اب حلو قوي، بس حاولوا ما تكرمشوش وشكم وانتوا بتحطوه، هو ريحته رخمة بس حاولوا ما تكرمشوش عشان ما يثبتش على شكل الخطوط اللي انتوا عملتوها.
ايه اللي هوي وبس كده يا حلوين. ده الفاينل لوك زي ما انتم شايفين، غيرت البندانه وغيرت الطرحه عشان الموضوع يبان كده انضف واشيك واقيم، بقالنا كتير قوي ما عملناش ميك اب لوك تقيل كده سموكي. افتكر اخر مره عملت سموكي ده كان من زمن يعني، من حبه حلوين. بس انا الفتره دي عندي كات ميك اب، عايزه افضل احط ميك اب احط ميك اب احط ميك اب، ونقعد نعالج في بشرتنا كتير بكميه الميك اب اللي احنا بنحطها. انا بسمع نفسي، انا بسمع نفسي فعليا يعني. فبس كده يا حلوين، ما تنسوش او ما تستخسروش ان انتوا تعملوا لي الفيديو ده لايك لو عجبكم يعني، فما تنسوش ان انتوا تعملوا له لايك وتشتركوا في القناة والقناة التانية بتاعت الفلوجز، عشان انا مسافر قريب. حبيت اديكوا هنت كده انا مسافر. وكمان تعملوا لي فولو على انستجرام، الاكونت اللي هتلاقوه ظاهر على الشاشة او هتلاقوا اللينك بتاعه تحت في الديسكريبشن بوكس. واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي.